في جانب الطيران المدني مستمرون بتعليق الرحلات الجوية في العراق، وذلك لغاية مطلع شهر تموز. أكد مدير عام سلطة الطيران المدني العراقي الكابتن دريد يحيى جاسم استمرار منح الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج. وقال جاسم في بيان أن السلطة مستمرة بمنح الموافقات الرسمية للرحلات الاستثنائية الخاصة بإجلاء العراقيين العالقين في دول الخارج، استنادا إلى قرارات وتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مكافحة جائحة فيروس كورونا، مؤكدا باستمرار قرار تعليق الرحلات الجوية المنتظمة في البلاد، وذلك لغاية الأول من شهر تموز مطلع الشهر القادم، والتي تشمل الرحلات الداخلية والخارجية باستثناء رحلات الطوارئ والإخلاء الطبي ورحلات الشحن الجوي والطائرات العابرة للأجواء العراقية والتي تستمر بشكل طبيعي في البلاد. يعني ممكن انه اول الشهر يبدا تنظيم هذه الامور حتى ترجع طبعا الحياه. بشكل عام يعني هم اليوم اللي يقولون بشهر تموز، هذا استنادا على الوضع الراهن، احتمال احنا تستمر عندنا او تتفاقم لا قدر الله الازمه فيجوز تبقى معلقه يعني الى حين. يعني صراحه يعني احنا كنا نحب السفر وكنا نتمنى ان تفتح المطارات، يعني حتى لو ما كنا انه احنا نريد نسافر او وضعنا ما يسمح لنا نسافر، لكن تحس انه الحياه بدات ترجع. هو قطاع هذا حيوي اليوم، مو مجرد تحب، اكو ناس ممكن تكون مضطره يعني للسفر، ينطروح اكثر المطارات، الطائرات، الناس تروح ولها ترجع علاقه وحركة. مباشره ايضا بالتجاره، وايضا بعض العوائل اللي تسكن خارج العراق ومثلا رب الاسره في العراق او العكس، هواي من هذه التفاصيل. يعني هو قطاع النقل بشكل عام والجوي تحديدا يعني قطاع حيوي، مفصل مهم بالحياه عموما يعني. فاذا احنا اليوم شفنا انه فتحت خلينا نقول رحلات الطيران الجوي، اكيد هذا شيء يدل مثلا على تحسن الوضع، لكن الواقع يقول غير شيء. احنا اذا نريد نشتغل على هذا الموضوع لازم المواطن يتعاون. طبعا اكيد. يعني مثلا الان حتى المطارات اللي فتحت، اذا نتكلم عن دبي او نتكلم عن اسطنبول، مطاراتهم الناس ملتزمه بقضيه التباعد، فتحت بحذر بالضبط وبشروط التباعد الاجتماعي. نعم. المسافات يحافظ عليها، قضيه الوقايه محافظين عليها، اكو تعقيم، اكو فحص، معلوماتك دقيقه تنطيها حتى لا سامح الله اذا كان عندك المرض ممكن يجون عليك بنفس المكان وهكذا. احنا علينا ايضا اذا اردنا ان تعود الحياه لمطاراتنا ولطائراتنا علينا أن نلتزم بمثل هذه الأمور، نلتزم بالإرشادات، نلتزم بطرق الوقاية، نلتزم بالتباعد الاجتماعي وكل الأمور اللي لها علاقة أنه هي تحافظ بشكل أساسي على حياة الناس وما تنقل العدوى. فنتمنى يا رب الالتزام إن شاء الله حتى نقدر نتجاوز هذه الأزمة.